السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة الحضور، أهلا بحضراتكم من جديد. نجتمع اليوم لنحتفي بالمرأة في يومها ونؤكد على أحقية مطالبها لتتمكن من استكمال دورها في العطاء لكل من تهتم لأمرهم. وإن سمحتم لي أن أنحاز إلى المرأة المصرية الصامدة الباسلة المقاتلة إن احتاج الأمر، تلك المرأة التي تحمل أسرتها على أكتافها بحب وصبر وجلد، الآن استطاعت أن تحجز مكانا لها في كل المجالات بفضل قيادة آمنت بها وبقدراتها وإمكانياتها، قيادة حرصت على تمكينها في شتى مناحي الحياة، إذ لا تمر مناسبة دون أن يشير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية المرأة ومكانتها ودورها، وآمن سيادته أن تمكينها هو كلمة السر في بناء الحضارات القوية. وبالنظر لما تحقق في عهد سيادته، نجد أن المرأة المصرية بالفعل تمكنت اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وكيف لا؟ وهي التي إن كانت تمثل نصف المجتمع فهي أم وأخت وابنة وزوجة النصف الآخر وراعيته، فحرى بالجميع أن يحتفل ويحتفي بالمرأة كل يوم. تعليمي ده انا عاوزين يجوزوني بدري. طب انت عاوزين يجوزوكي بدري، انا بقى عايزيني اشتغل وانا في السن ده. يعني ايه ما نتعلمش ونشتغل وما نلعبش رياضه كمان؟ لا 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 كده ما ينفعش. بسيطة ومظبوطة.
بسيطة ومظبوطة. Yeah.
والآن نتشرف بدعوة السيدة انتصار السيسي حرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح لتكريم عدد من الأيقونات والنماذج المصرية الملهمة. الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر، حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر. اتسم أسلوبها ونهجها في الدعوة وفي الحياة بالبساطة والصدق، فتركت بصمة مميزة لدى الكثيرين. وقد توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتتسلم الجائزة نيابة عنها ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني. الأستاذة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، كاتبة وباحثة سياسية ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. السيدة ليلى هاني سالم، عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية التي تعالج السيدات التي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان. السيدة الراحلة علا لطفي غبور، والتي كرست حياتها للعمل الخيري، فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال، إلى أن تم افتتاح مستشفى 57-357، كما أسست أيضاً جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات، وتتسلمها عنها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنة غبور. الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت 180 عمل فني متنوع ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.
الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد واحدة من أعلام الصحافة المصرية، فهي كاتبة صحفية مخضرمة وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة في أكبر الصحف المصرية، كما أنها عضو الهيئة الوطنية للصحافة. السيدة ديانا سعد جرجس مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركة الفنية ونشر الوعي. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي واحدة من أبرز مخرجات جيلها والتي يتم تكريمها تقديراً لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم أهم القضايا والتعبير عنها على الشاشة. السيدة أمل الزناتي أحمد وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم، فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال وحققت فيها نجاحاً لافتاً. الإعلامية سهير شلبي واحدة من إعلاميات مصر القديرات، حيث عملت لفترة طويلة في التلفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الحوارية وبرامج المنوعات التي أثرت التلفزيون المصري وتركت بصمة لدى المصريين. السيدة تهاني عزت عطية رئيسة جمعية الملاك الصغير وصاحبة بصمة خاصة في مجال العمل الخيري، فقد سخرت كل حياتها ووقتها للفتيات اللقيطات الصغيرات وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعليم أساسي وجامعي، ونظراً لظروف مرضها تتسلم الجائزة بالنيابة عنها ابنتها المهندسة نشوى أحمد وائل. السيدة فاتن صلاح الدين حسن إحدى نماذج الفتيات الناجحات من صعيد مصر، حيث قامت بالتوجه إلى مجال جديد عن طريق إعادة تدوير مخلفات الموزة المنتشرة في البيئة المحلية بمحافظة أسوان لإنتاج أدوات منزلية.
الفنانة فردوس عبد الحميد، إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني مثري في السينما والمسرح والدراما. أثرت في قطاعات واسعة داخل مصر والوطن العربي، وحظت على احترام وتكريم من كافة البلدان العربية. السيدة عزة محمد سمير كرست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع لأكثر من 25 عاماً لتقديم حياة أفضل للأطفال والشباب الأقل حظاً، فقامت بتأسيس جمعية نداء لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل الحسي، وهي الجمعية الأولى في مصر التي تقدم تأهيل متكامل للأطفال التي تمت لهم زراعة قوقعة لتعلمهم كيفية التخاطب دون استخدام لغة الإشارة، وقد تم الاستعانة بخبرة ومنهجية جمعية نداء في المجال لنقلها لمراكز مشابهة في سوريا والسعودية واليمن. أيضاً أسست جمعية وطنية لتطوير دور الأيتام، وهي أول جمعية في مصر تعمل على تطوير وتطبيق معايير جودة الرعاية في المؤسسات الإيوائية مثل دور الأيتام. اللاعبة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، وهي أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عام، وقد وصفها الاتحاد الدولي للعبة بأنها صنعت معايير غير مسبوقة وتعيد كتابة تاريخ اللعبة في قارة أفريقيا. السيدة سهير عبد القادر مصطفى رئيس ملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وهي الأمين العام لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال، وتولت كذلك العمل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 25 عام. الدكتورة زينب سامي علي منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وهي واحدة من أكثر المشاركين والمؤثرين في المبادرة داخل محافظة الغربية، حيث قامت بأداء كافة الأعمال والتكليفات التي توكل إلى الفريق بكل دقة وفي مواعيدها، وساهمت في حصول فريق الغربية على الفريق المثالي أكثر من مرة. الفنانة صفاء أبو السعود فنانة وإعلامية واستعراضية وصاحبة مواهب متعددة وشاملة، ساهمت في رسم البهجة وأحلام الطفولة والشباب بما قدمته من أغاني واستعراضات لا تزال هي الأكثر تميزاً في عقول ووجدان الناس حتى الآن. الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد واحدة من أهم الكتاب والصحفيين في مصر، وأحد أبرز الوطنيين الداعمين للدولة وجزء من مشهد عظيم لثورة 30 يونيو المجيدة، ونظراً لظروف مرضها الشديد الذي حال دون حضورها تتسلم الجائزة نيابة عنها الأستاذة سوسن محمود الدسوقي. السيدة هبة مرسي أحمد أخصائية تمريض بوحدة العزل ووحدة العناية المركزة في مستشفيات جامعة المنوفية، والتي لم تتوانى عن دورها وعملها في ظل الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا،
حيث تعاملت مع حالات العزل وشاهدت تأثير الفيروس اللعين على المرضى وعلى زملائها وعلى إصابتها نفسها بالفيروس، وقامت مرة أخرى وعادت للعمل 24 ساعة متواصلة في ظل الأعداد المتزايدة للحالات المرضية. الفنانة نيلي أحد أهم وأرق الفنانات في مصر، ومن أجمل من قدم الاستعراضات والفوازير في مصر والوطن العربي، وقد كانت ولا زالت صاحبة تركيبة فنية فريدة لها أثر وإرث لا يمكن تكراره. والآن نتشرف بكلمة السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحييكم جدا. قبل ما ابتدي في الكلمة عايزة ابلغكم سلام وتحيات سيادة الرئيس. عايزة احييكم واقول ان يعني بقالنا كتير ما اتجمعناش، ودي مناسبة جميلة جدا ان احنا نتجمع صحابي حبايبي اللي بقالي كتير ما شفتهمش. بصراحة سعيدة جدا ان انا شفتهم النهاردة، لان دي مناسبة سعيدة. وكان طبعا الرئيس يأمل ان هو يكون موجود معانا النهارده، بس طبعا حضراتكم عارفين ان هو مرتبط، فان شاء الله المناسبه الجايه هيبقى معانا، وان شاء الله نكون كلنا مع بعض نحتفل بالمناسبه السعيده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد سعادتي بشكل خاص تقديراً وحباً لكل امرأة في يوم تكريمها والاحتفاء بها من جميع دول العالم. سيدات مصر العظيمات، حينما ننظر حولنا في كل مكان نرى عظمة المرأة المصرية، تلك المرأة المكافحة القوية الصابرة الأصيلة والمخلصة في حبها لتراب وطنها. هي المرأة التي تضع دوماً أسرتها الصغيرة في قلبها، تحيطها برعايتها وحنانها، وتحلم دائماً بغد أفضل لها، وهي التي تعمل وتكافح لبناء بلدها، وتحلم بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع وطنها. فهذه المرأة هي الأساس المتين الذي يبنى عليه المجتمع بأكمله. ومن هنا أود أن أتقدم بخالص التحية والاعتزاز والتقدير للمرأة المصرية العظيمة في اليوم العالمي للمرأة. فإن اجتمعت كل كلمات الشكر والامتنان فلم ولن توفى بحقها وقدرها الكبير. وأؤكد على أنه إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى مكانة نسائها كيف تكون. ولا بد أن ندرك أن إعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر فقط على إتاحة الفرص لها، بل تستحق أكثر من ذلك. تستحق دعمها ومساندتها ومنحها العديد من الفرص المميزة والمؤثرة. وأؤكد أن إحداث التغيير الإيجابي
في المجتمعات والدول لن يتم دون إحداث تغيير في معاملة هذه المجتمعات للمرأة. وكل أمل في أن تحصد بنات مصر ما نزرعه نحن النساء، وإن يحصلن على السعادة التي تستحقها كل منهن، فهن صانعات المستقبل، كما أرى فيهن فتيات يكسرن كل الحواجز والعوائق لرسم مستقبل وطننا الغالي بأيديهن، ويكتبن تاريخاً جديداً نفخر به جميعاً نساءً ورجالاً. وختاماً، أؤكد أن المرأة المصرية ستظل هي أيقونة النجاح، وهي عماد المجتمع وشريكة في بناء هذا الوطن. كل عام وكل امرأة مصرية تنعم بالخير والصحة والسعادة. كل عام وأنت بعزة ورفعة وكرامة. كل عام وأنت ملهمة للجميع. كل عام وأنتن جميعاً بخير وصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير.